هناك اتفاقية اسمها اتفاقية الترويكا، وعلى أساسها يتم التنسيق والاستعداد لاستقبال هذه القمة عند دولة من دول الأعضاء. السعودية الآن سوف تعمل مع اليابان، يعني الدولة اللي قبلها، وسوف تعمل أيضا مع إيطاليا لتحضير الرياض لتستقبل لأول مرة قمة مجموعة العشرين. حدث مهم جدا جدا جدا، له ثقل اقتصادي، له ثقل سياسي، ونحن نتحدث عن الدولة العربية الوحيدة اللي هي عضو في مجموعة العشرين. أيضا تم تحديد تواريخ انعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض يومي 20 و21 نوفمبر 2020. يعني أمامنا أكثر من سنة للاستعداد، أو لكي تقوم الرياض بفتح أبوابها أمام 20 قادة. والسعودية أيضا اختارت ضيوفها. على ما يبدو هذا هو السؤال الأكبر، من سوف تستضيف؟ السعودية عند الحق أن تستضيف 3 دول. بعض المعلومات ليست بالمؤكدة تتحدث أن السعودية سوف تستضيف مصر، الإمارات، وأيضا لبنان. وبالتالي 3 دول حيكونوا في ضيافة السعودية بقمة 2020.